سمسميه بالكركم. استاذ رحاب، سمسميه بالكركم. المقادير النهارده مختلفه شويه، ولكن الاساس عندنا واحد، سمسميه بالكركم. وبرده حقوق الطبع لدينا وبس. تعالوا نعمل السمسميه مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل دي كده، تحت منها بلانشه انا مجهزها. ليه؟ عشان اعمل عليها سمسميه. وحاطط على البلانشه دي برده ورقه زبده، والمقادير على الشاشه. سمسم، سمسم ده متحمص وجاهز، وسكر وكركم وعسل جلوكوز معانا، ده الطبيعي. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنخلي دي كده على جنب، تشد، وبعدين نقطعها مع بعض. وده مكان السمسميه، ورقه الزبده اللي معايا دي كده برضو حاططها على بلانشه ومجهزها. انا بوفر عليك افكار بتلاتة تعريف. دي جاهزه اهي، هاتينها زيت وجهزها برضو. عشان احط عليها السمسميه. اي حلويات تعمليها تعملها بنفس الطريقه. زيت بفرشه كده. عشان لما تنشف معاكي وتشد تعرفي تشيليها من الايه، من ورقه الزبده او من الصينيه. طريقه اللحمه البارده حلوه قوي. بنجيب العرق الفليتو او الروستو او الروزبيف من عند الجزار، دي المسميات بتاعته. سعره غالي شويه، معلش الغاوي ينقط. هنجيب العرق ده كده ونعمله بدبار، والدبار ده بيتباع في المحلات مع التوزبيكس ومع الشيش اللي بيتباع. هنجيب الدبار ده ونلف بيه الحتة اللحمه بتاعتنا اللي جبناها من عند الجزار، بيتباع بالسعر بتاعه، ونعمله بالروزماري والثوم والفلفل الاسود المجروش. وبعدين نجهز صينيه نحطه ياخد صدمه ناريه من كل الجوانب بتاعته، ونحطه مع بوكيه جارنيه وندخله الفرن. استوى وزي الفل. هتعرف انه استوى ازاي، بتضرب فيه الشوكه او توزبيكس، طلع مكانها دم او ميه يبقى لسه عايز فرن. طلعت الشوكه زي الشعره من العجينه ما فيهاش اي حاجه، والتوزبيكس يبقى استوت وزي الفل. بتعمل ايه يا مغازي؟ زي ما هو بتاخديه من الصينيه بتحطيه في التلاجه، وحذاري حذاري حذاري تفكيه من الدبار. بس كل اللي بتعمليه ليله كامله، تاني يوم تطلعيه من التلاجه تشيل الدبار من عليه، هتلاقي ماسك نفسه كده واخد ماده جيلاتينيه زي الفل اللي هي الدهون اللي موجوده فيه. شلت الدبار من عليه تقطعيه شرايح، عايزاه بالزبده حمريه في شويه زبده، عايزاه مشوي في الفرن تقطعيه وتحطيه في قلب الصينيه يبقى مشوي، عايزاه تعمليه زي البرجر سندوتشات لاولادك اهلا وسهلا حسب الرغبه. وان شاء الله نعمله لحضراتكم باذن الله. حلاوه المولد تاني. كده انا مجهز الايه، الصينيه او البلانشه اللي انا احط عليها حلاوه المولد. اجيب السمسم واجيب بوله. اللهم صل على النبي. ادي بوله معانا اهي، وادي السمسم معانا. الله، كل ده يا شيف. تستاهل. ده سمسم. هننزل يا عم الشيف بالكركم ده على السمسم. سمسميه بالكركم. صوروا الصوره دي يا اخوانا وحطوها على السوشيال ميديا، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. كركم وسمسم. هتقول لي يا مغازي هتبقى، هقول لك على حاجه حلوه بس ده بسرك بقى، انا عايزها فيها سنه سبايسي، بما ان الكركم دخل في الحدوته وعشان اكثر موضوع السكريات بتاعته. نحط ايه بقى يا شيف؟ هو ده هو ده هو ده. هسه ده طلع طعم جميل. هو ده. بعد نعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل عليها بعسل الجلوكوز اللي موجود معانا. نشف؟ لا، ما انا عامله في حمام اهو. لو انت مش عاملاه في حمام ميه زمانه نشف دلوقتي وزمانه شد، مش هتعرفي تسلكيه. تيجي تحط الازازه على النار تتكسر. شفت ازاي تصرفي وانت في المطبخ؟ نحط الاثنين جنب بعض كده، وناخد من هنا نحط هنا. اللهم صل على النبي. وننزل كده. ايه الاختراع ده يا شيف؟ قبل ما اطلع الهوا فاروق بيقول لي انت رايق النهارده، حد يعمل حلاوه المولد في البيت ومبقاش رايق؟ طبعا. ها؟ اقول اقول انت قلت ايه؟ طيب. مش عارفين له. طيب اختراع اختراع. مفيش. هو فين؟ مش شايف حاجه. خلي بالك هو في السمار كده، خلي بالك. ولا دي شوكولاته، خلي بالك بس عشان ايه نبقى عارفين.
بيقولوا لي ده شوفان ولا ايه؟ ده علبه شوفان كده بتتباع فيها شوكولاه وفيها فستق، هي غاليه شويه والله، بس انا حابب اعملها لحضراتكم كده اصابع الشوفان لطيفه وجميله. هنشوف نعملها مع بعض دلوقتي. احنا معانا بصوا لغايه لما تقولوا لي وقتك خلص، طول ما انا واقف بقى اعمل حلاوه المولد. والله انتوا كرما، ادوني وقت بس. ونقلب ده كده بالراحه. سمسميه. نقوم نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ هنا الموضوع مختلف شويه. ده سمسم، نجيب طاسه كده على النار ونحطها، وناخد السمسم ده كده عشان ده هيشد معانا بسرعه، ونقلب على نار هاديه كده لغايه لما كله يدوم مع بعضه، فرصه ان السمسم يتحمص وفرصه ان يتقلب كله مع بعضه. تقليبه حلوه كده، هتنزل سخنه على البلانشه اللي انا دهنها زيت على ورقه الزبده، وتسيبها لما تبرد، ونقطعها برده ايه مستطيلات. خلي بالك كل ما تحتاج سكر زوديها، واحنا بنقلب مع بعض. واقلب بالمعلقه بتاعت الكركم، بما ان انا بقلب في طاسه ايه سخنه. ده المطبخ، شويه كركبه بس الموضوع لطيف وجميل. خلي دي كده على جنب، واخد دي كده على النار واشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. سمسميه كل ما، لان السمسم هنا بيشد. شفت بدات تسيح معايا ازاي؟ اضمن ان هي كلها اتدابت مع السمسم بالشكل ده كده. الله، ريحه الكركم طالعه جميله مع السمسم والله العظيم للامانه، انا شايف ريحه حلوه قوي. اختراع. شفت ازاي؟ ممكن على فكره تعملي حاجه حلوه قوي غير المحلات، تعمليها كرات كده صغيره. تبقى لطيفه وحلوه زي حلاوه الشوفان. تحطها كده في ايه، في الكب كيك بتاع الصغير، موجوده معانا اهي. دي طريقه برضو لتقديمها للاولاد، خلي بالك. ده عايزه شويه شربات، حط شربات. بسم الله الرحمن الرحيم. سمسميه بالكركم. محلات اللي هتعملها تدينا حقوق الطبع لدينا وبس، وشكرا. حاضر، سيبونا اقلب السمسميه مع الشربات بتاعها ومع السكر بتاعها. شفت ازاي؟ اهي اهي اهي، عشان تبقى عارفه الشكل. انا هتني اقلب كده لغايه لما كلها تبقى مزيج واحد، اخدها وهي سخنه انزل بيها على البلانشه او انزل بيها على ورقه الزبده المتونه زيت مسبقا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد فاصل طويل شويه، معلش طلبت من مخرجنا يديني دقيقه علشان التقليب هنا عامله زي العصيده، مجهود بجد والله. سمسميه بقى وبالكركم، ريحتها جميله جدا والله العظيم، اختراع. سمسميه بالكركم وحقوق الطبع لدينا وبس. واللي بنى مصر في الاصل حلواني. سمسميه بالكركم عشان العالم لما يعملها ما ينساش الشيف المغازي صاحب الاختراع. لونها اصفر وجميل ذهبي يفتح النفس زي ما هي كده. هنشتغل بقى دلوقتي، نعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. خلي بالك النار هاديه هنا، ما تكونش نار شديده عشان ما تشيطش منك. ده عسل جلوكوز وسكر عاملينه مع بعض، خلص خدته كله اهو. كل ما تبقى ناشفه زودتها شويه اول باول عشان ما تصيصش مني، وتديني الشكل اللي احنا متعاونين عليه او المتعارف عليه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هو ده زي ما هي كده. باخد البلانشه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بيها بالراحه كده على البلانشه بتاعتي. بس خلونا ننضف ده كده، البنجر هنا عامل عمايله. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي يا حلوه زي ما هي كده. طبخه طبعا. المحلات الكبيره بقى بتعمل ايه؟ حله كبيره كده، كميات 20 50 كيلو 60 كيلو. طبعا الطبيعي ان انا عايز اسلك الايه الحاجات ديت. اعمل ايه بقى؟ اجيب الزيت ده كده، ده هو اللي هيخلصني من القصه دي. وانزل بقى كده. شفت ازاي؟ زيت. تاني.
سلكت دي من هنا زي الفل، اشيلهم كده واركن ده بره. حلو، عشان نبدا نوزع الايه السمسميه وهي دافيه. السمسميه تتوزع في الصواني وهي دافيه، خلي بالك ده مهم جدا. واشتغل هنا في المكان ده. ايدي في الزيت واساوي. سخنه شويه مش مشكله. سخنه يا شيف. ولا صينيه ولا اي حاجه، على البلانشه بس، لازم ورقه زبده. وزعها كده عشان تبقى رقيقه جدا. انا بحب السمسميه الرقيقه اللي هي احس بقطمتها كده، ايه تبقى مقرمشه. اختراع يا شيف والله. ده احنا بصوا كل سنه نجيب السمسميه بلون. هي معانا هنا اهي. بقول لك ايه يا غالي حبيبي، حبيب هارتي، جيب لي السمسميه اللي احنا شارينها دي وجايبينها. والله اهي اهي اهي، ماشي اهو، جيبوها لي. الله يرضى عليكم. دي لون مختلف طبعا، فيها طعم، فيها ريحه حلوه. حد بيقول لي الزيت ده ما يخليش السمسميه تفصل خالص نهائيا. دي لما تشد بقى وتقفش كلها ببعضيها. اشغل دي بقى معايا. خدت شكل مستطيل، ونقطعها بالسكينه برضو وهي دافيه. السمسميه بتشد بسرعه غير الفوليه. خلي بالك الاطراف بتاخديها تلمها تاني وتدفيها وتفرديها عشان تديكي شكل ايه مستطيل حلو كده. وتعبيها في علب او في برطمان حلو وتخليها ولادك في الطالعه وفي الداخله ياخدوا منها. يبقى الطفل بيحب السمسم اوميجا 3، الكركم مفيد للكبد للجهاز الهضمي، قيمته الغذائيه عاليه جدا، يبقى انا استفدت بيه. ماما تاكل منها، تيتا تاكل منها، حماتك تاكل منها، انت تاكلي منها.